مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير اكواب الحلا التركية. عنا كوبين ونص حليب، هذا الكوب اللي عيرت فيه الحليب، ملعتين طعام مليانين طحين، ملعتين طعام ونص سكر، جوز الهند، ملعقة صغيرة زبدة، وبدي استعمل كمان ملعقة صغيرة فانيلا. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله، بحط الحليب فوق بعض، الطحين، سكر، فانيلا، وبحركهم مع بعض على الغاز ليشتد المزيج. بس اشتد المزيج بهذا الشكل، هلأ بحط الزبدة وبحركن مع بعض منيح لتذوب الزبدة. انتهينا من التحريك، اشتد معنا الخليط. هلأ منحطهم بأكواب بهيدا الشكل، بعبي نص الكوب. هولي بعد ما حطيتهم بالكبايات، هلأ بحطهم على جنب ليبردوا بحرارة الغرفة، وبرجع بحطهم بالبراد أقل شي ساعتين. هيدي الحلو بعد ما حطيتها بالبراد وجمدت منيح، هلأ منشيلها من الكوب بهيدا الشكل. بستعمل ملعقة هلأ بحطها فوق جوز الهند، نفس الشي منشيل هيدي بهيدا الشكل بالملعقة، شيل عرواق. نغطن بجوز الهند، حلو كتير طري عرواق، نعملهم بهذا الشكل ومنحطهم بصحن. بعد ما غطيتهم بجوز الهند، فينا الزينة حسب الرغبة أكيد، فيني رش هيك فستق حلبي خفيف بهذا الشكل على الوجه، فيني إذا حبيت كمان حط كرز مجفف بهيدا الشكل. هيدي حلا الأكواب التركية اللي عملتها أنا وياكم. طريقة تحضير حلو لقمة الباشا التركية. عنا كوبين حليب، نص كوب طحين، نص كوب سكر، نص كوب جوز الهند، ملعقة صغيرة سمنة، وكمان بدي استعمل ملعقة صغيرة فانيلا. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله، أول شي بحط الحليب، كمان السكر، فانيلا، طحين. بحركهم مع بعض على الغاز تحريك مستمر ليشتد المزيج.
بس اشتد المزيج بهذا الشكل. هلأ بحطهم بالصينية. بسم الله. مدن اكيد نفس المستوى. نسيت حط الزبدة، حطيتها هلأ بعد ما حطيتهم بالصينية. بحركهم منيح مع بعض. هي لازم نحطها بالطنجرة بس يجمد المزيج دغري، نحطها فوقهم ما بيأثر. نفس الشي بعده سخن المزيج. هلأ بمدن نفس المستوى، بحطها على جنب لتبرد بحرارة الغرفة وبرجع بحطها بالبراد. بعد ما حطيتهم بالبراد حوالي ساعة، هلأ عندي قشطة أنا عمليتها، قشطة الحلويات العربية، وإذا منا منحط قشطة جاهزة. رح حطلكن اللينك القشطة على الفيديو إذا حدا بحب يعمل القشطة. أكيد بمدن نفس المستوى. بس مديتهم نفس المستوى هلأ منزينهم بجوز الهند. حطينا جوز الهند على الوجه بهيدا الشكل. هلأ رح حط كرز مجفف. هيدا الشكل النهائي، شفتوا كيف؟ هيدي حلوة لقمة الباشا اللي عملتها أنا وياكم. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق إذا عجبته الطريقة أم لا، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.